سنة التوتية، سنة دورة الكنيسة. الكنيسة بتقدمنا علامات هامة لكل واحد فينا يقدر يتبعها في خلال هذه السنة. فأول حاجة قراءاتك تدينا صورة هامة عن معنى العظمة. جيب لنا المثل بتاع القديس يوحنا المعمدان في مفهوم العظمة. وهنا السيد المسيح بيحط لنا صورة إنه الطاقة الحقيقية للإنسان هي عظمته، مش المظهر العام. عشان كده حط المثل بتاع القديس يوحنا المعمدان على أساس إنه جميعنا يمكن أن نحتذي به، وبالتالي تكون فكر الإنسان متجه إلى إرادة الله وليس إرادة الإنسان. القديس بولس الرسول يدينا صورة ثانية، يدينا إنه علامة أساسية نحطها في دماغنا كل يوم في أثناء هذه السنة، أن الله جاء في الجسد، أن المسيح جاء في الجسد ليخلص الخطاة. وبعدين بيكمل بولس الرسول يقول الذين أولهم أنا. دي علامة أساسية المفروض الإنسان يحطها أمام عينيه، أن الله يخلص ويخلص الخطاة. وكمان عايز تعرف إنك أنت واحد من هؤلاء الخطاة. بولس الرسول بيحط لنا علامة أساسية من العلامات إنه الله جاء ليخلص جميع البشر، الخطاة الذين أولهم أنا. ما ينفعش أبدا إن الإنسان يفتكر في نفسه أنه شيء وهو لا شيء. عشان كده دايما في أثناء هذه السنة تحط في دماغك إنه أيوه بنخطئ، ولكن الله بيرحم. بنخطئ ويضع الإنسان خطيئته أمامه أولا، ثم بعد ذلك ينظر للآخرين. وبالتالي بيحط لنا صورة أساسية لهذا العمل. لكن بيجي القديس يعقوب الرسول بيحط لنا ايضا توجه علشان نحفظه طول السنه. ايه الديانه الحقه؟ ان الانسان يسمع كلمه الله بس يعمل بيها. يعني طول السنه هيقرا لك الكتاب عده تعليمات، عده مفاهيم، صوره روحيه معينه، ولكن بالتالي هذه الصوره الروحيه اللي بنحطها باستمرار في حياتنا هي انك تسمع كلمه الله. بس مش مهم فقط انك تسمع، انك تسمع وتعمل، تسمع وتخلي حياتك الروحيه في الداخل عشان تقدر هذه الحياه الداخليه تعبر عنها باعمال صالحه. وبعدين يجي يحط لنا اعمال الصالحه اللي المفروض الانسان يعملها نتيجة أن كلمة الله تعمل فيه. يبتدي يشوف إيه الديانة الحقة. الديانة الحقة هنا أن الإنسان أولا يلجم لسانه، يلجم لسانه. يعني ما ينفعش أبدا الإنسان يقول إنه متدين ولسانه ثابت. يعني ده توجه بيحطه لنا الكتاب في بداية السنة القبطية، إنه من يظن أنه في نفسه أنه متدين قد دين ولا يلجم لسانه، بل يخدع نفسه وقلبه فعبادته باطلة. يعني ما ينفعش أبدا الإنسان يجي ويقعد في حياته الروحية يفضل ياخد مظهر التقوى وينكر قوته. أول ممارسة روحية بعد ما تسمع كلمة الله دخلها إلى داخل قلبك بتؤمن أن الله يخلص حتى يخلص الخطاة، ولكن أيضا في طريقة حياتك إنك بتسمع كلمة الله وتعمل بها. فأول مظهر من المظاهر الروحية إن الإنسان يلجم لسانه. كثير من الأوقات إحنا في حياتنا نبقى لسه خارجين ومتنوهين، خارجين من الكنيسة ومبسوطين وسامعين كلمة ربنا، وقبل ما نخرج من باب الكنيسة بسبب الكلام وكلامنا مع بعض
ندين آخرين ولا نلجم ألسنتنا لأننا نريد أن نظهر بصورة العارفين بكل شيء. من لا يلجم لسانه عبادة باطلة بحسب ما لنا القديس يوحنا يحكم الرسول. لكن كمان يقرر لنا أنه مش بس أنت تبقى بتلجم لسانك، لكن يرجع يقرر أما الديانة الطاهرة فهي هذه غير الدانسة عند الله، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وأن يحفظ الإنسان نفسه بلا دنس. أشوفوا حطينا كده أربع توجهات أساسية علشان نمشي بيهم طول السنة: افتقاد يتامى وأرامل، وأن يحفظ الإنسان نفسه بلا دنس، ويلجم لسانه. لو عملت دول طول السنة هتبص تلاقي حياتك أصبحت هنا في استقرار تام، لأن الاستقرار بيجي من الداخل. وعشان كده الكنيسة بتنهمنا رسالة التعليم إن الحكمة تبررت من جميع بنيها. يعني ربنا عايز يظهر حكمته فيك. يعني حكمة الله العاملة في كل إنسان، هذه الحكمة العاملة فينا هي اللي بتظهر من خلال تصرفاتنا. الله يريد أن يظهر ذاته من خلالك فيك، زي ما القديس بولس الرسول بيعمل ودانا هذه الصورة، أن الله برحمته عمل فيه علشان يظهر رحمته لكل البشر، عشان يكون مثالا هو اللي كان مضطهد في الكنيسة لكن رحم، عشان مراحم الله كبيرة. عشان كده كل واحد مننا في هذه الفترة اللي فيها بداية دخولنا إلى مرحلة هامة، وهي إن جميعنا نشوف التوجه الروحي للكنيسة عايزة تتكلم. بولس الرسول يكلمنا عن مراحم الله، وأن الله يغفر للخطاه، وبعدين يدينا في الكاثوليكون تعليم إزاي نسمع كلمة ربنا ونعيش بيها، ويدينا الممارسة الروحية السليمة، وبعد كده يدينا أن الله يريد أن يظهر حكمته فيك. طب إيه حكمة ربنا بقى اللي عايز يظهرها فيك؟ حكمة الله هو المسيح نفسه. الله يريد أن يظهر في حياتك، وعلشان كده نحن جميعنا صورة المسيح الحية الفعالة، اللي كل واحد مننا لابد أن يظهر هذه الصورة في حياته اليومية. إن عشنا بهذه الصورة هتبص تلاقي حياتنا أصبحت منار، تصبح فعلا نور للعالم وملح للأرض، عشان الله يتمجد فيه. ربنا يعطيكم كل نعمة.